عليا النعمة الدنيا اتقلبت بقى. الراجل الجزار مش عاجبه الدكتور. هو يعني هيعمل ايه بالدكتور؟ هو عايز تاجر مواشي جزار لحمة جملي؟ بلك يا خميس بلك، النهاردة الناس ما بقتش تحترم غير القرش. القرش نبى يا جماعة، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. ورحمة امي هو الخسران. عارف انت لو امي عايشة كنت اجوزها لك وهي الكسبانة. طب بس بقى لديك مفك في خلقتك. حلوة حلوة حلوة، طالعة من بقك زي الشهد. الله، الدكتور بقى يتكلم بلغوتنا يا جدعان، بدل ما يقول مشرط ما يقول مفك. والنبي هتوصل، والنبي لا توصل. هو الاناني امال يا دكتور، روق وتوصف ايتها حاجة. والنبي انت حلم. ادخل يا فالح، ما ناخدش من وراه غير قله الراحه. كل سنه وانت طيب، قصدي بعود الايام. بعود الايام سنه عندك. حضرتك شارب؟ شارب ازاي؟ انا كويس اهو، ده بس بيتهيالك يا عبده. بيتهيالي وبتستعملني كمان يا كلب. ايه ده يا عبده؟ يا عالم ايه الغلط ده؟ طيب يا هو يا خل، تعال نشوف يا فندم جاي لي سكران. ايه لا يا عبده ما صاحش، الدنيا نهار، الدنيا ليل والناس بتاكل، الناس نايمه وكمان ما انتش قادر تصمد طولك. يا خبر يا عالم يا هو يا خل، تعالوا شوفوا النكبه اللي انا فيها. التلميذ اللي انا بنزف عليه ده لما قال لي جاي لي سكران سكران. يا بابا ما صحش، نخش شقتنا ونتعتب جوه. انت قمت تعتب العتبه دي تاني؟ انت بس يا عبد الصمد افندي وسبح رباح. لا يمكن يا نهار، ده لا يمكن ياكل لقمتي. يا عم يعني ايه لقمه القاضي يا خي كده؟ طب امشي اخرج من بيتي يا كلب بره. معلش يا كمان، الظهر انه متضايق واعصابه تعبانه شويه. تعالى معايا يا عبد الصمد افندي. اجي فين؟ عاوز ابوظ العيله بتوعنا هم بايظين. اتفضل يا ابني تعالى بات عندي. انا همشي، انا همشي خالص، انا ماشي. يا صباح الخير يا اللي معانا. يلا وكمان خد امسك. عجبكم اللي عملتوه فيها امبارح؟ قال خمسه فرفاشه قلبت ب 15 غم. وانت ايه اللي نزلك؟ ما بتش هنا ليه؟ يلا بقى. بقول لك ايه يا خميس؟ اخبار الصوره معاك ايه؟ وبعدين؟ الله ايه زعلان ليه؟ انت هتنسى الصوره؟ مش ابوك بيشتغل صوراماتي؟ وانت اسم الله عليك، ابوك الكونت دي مونت دي محضر. يا سيدي انا قصدي عامل ايه معاه؟ لا بشوفك بتحتك بيه ولا هو بيحتك بيه، اشمعنى انا يعني؟ شوف، طول ما انا ما بطلبش منه فلوس فاحنا اصحاب، قاعد انا في الاوضه اللي على السطوح ديت وبالتلات جمعه ما بشوفوش. بيقول لك ابني مجدع تلميذه بيكسب وفالح، تلاقي بيخبط ابوك. ابويا؟ اه. تلاقيه بحث واستقصى وعرف انك فين وجاي يصلحك. طب اسمع، انا هاتل عليه عشان ما اعملهاش تاني. ايوه يا عم عبد الصمد. اهلا يا عم عبد الصمد. السلام عليكم. ايه مالك؟ انا سبت الاوضه بتاعتي وجاي الدلع عندك يا خميس. تدلع عندي ليه يا اخويا؟ دي موضوع كبير قوي، خلاصته انهم في البلد عايزين يقتلون. قال ايه؟ عمي ظبطوه مع مرات عويس، فجماعه عويس قتلت عم، وقال ايه؟ عايزه تقتل ثلاثة كمان، اني اولهم. طب عمي وفلات اني ذنبي ايه يعني؟ لا على المهم انت جرش معانا هنا، هتفتحها ملجأ يا خميس. سلام عليكم. خد. ايه ده؟ هتروح الكليه كحيتي، افرض عاوز تسندوتش كوبايه شاي. هتصرف عليا يا خميس؟ هو انا لسه بصرف؟ ما انا بقى لي اربع ايام باكلك وبشربك اهو. انت هتجرسني؟ خد مش عايز. خد يا جدع خد، خلينا نروح الكليه، اطلع لي برشين من هنا ولا من هنا، اتكل على الله. مع السلامه. وانت ولع واصطبح. سي كمان سي كمان. انا فاطمه الداده اللي في بيت النوره، وبحت انا عاوزاك ضروري. عايزاني فين؟ في البيت. ايه؟ والنبي لا تيجي لحسن تجرى لها حاجه. طب وابوها؟ احنا عاملين حسابنا على كده. كمان كمان وحشتني قوي يا كمان. وانت كمان، بس ما تعرطيش. كل حاجة وليها حل إن شاء الله. يا رب يا كمال يا رب. فاطمة! يا فاطمة! يا خبر اسود ونيل. بابا! مين؟ بابا! بابا! مادة كذبة أحمد! أروح فين؟ طيب. بس هو يوم نيل من أوله، يوم نيل من أوله.
فاطمة! يا هوي! الدارة بسرعة! يا فاطمة! ايه؟ بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ جرالك ايه؟ انت؟ لا مش انا. انت بتعمل ايه هنا؟ اصل امان ده ياخد اروانه، كنت نسيت الاروانه في الاراضي. انت يا كلب! بلاش يا حبيبي، يعني انا عهدي بيه الرجل المعرور. انا هقتلك، انا هتبعك. اجي فين؟ تعالى هنا. وبعدها وكهبه ولا ايه؟ رايح فين؟ يا فاطمه! تربيش الباب كويس. اسيبه ازاي؟ دورك انت بعدين لما اخلص منه. تخلص من مين؟ هي سايبه. اوعى بس حولك على حاجه. تعالى هنا اهو. شوف ما تلفنيش وتدور. عتبلي. عتبلي. انا هفرجك. انت بتشمر ليه؟ انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده؟ انا رقيع. تعتدي على حرمة بيتي يا سافل. تعالى هنا. سيب رقبتي على تاني. يا بابا سيبه سيبه. لازم يا بابا. اخلص عليه. لازم اموته. يا نهار احوس، يعني كنت هتضيع عوانتك. خد البس. انت بتضحك؟ امال عايز نلطم؟ المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ اي والله ايوه، ده احنا جعانين. ما تيجوا ندور عليه. هندور عليه في ايه؟ هنقعد نخبط على البيوت وما حدش هيكسب. بس يا جدع بقول لك جعان اهو، ما لقيناهوش نروح للواد هاني نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام. يلا كل واحد وطص وشه بشويه ميه. الرقاصة بتغمز لي بعينيها يا جدعان. يا حلو انت يا حلو. خف يابا خف، الرقاصة دي بتاعت هاني، ده هو اللي عازمنا. اه مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل. مساء الخير. نجوم العشاء يا سي هاني، يا منقذنا. انا اصلي متريش. اليومين اللي فيهم بابا وماما متصالحين بيبقوا ألعن أيام، بيدوني فلوس بالقطار. إنما اليومين اللي فيها ماما وبابا متخاصمين باخد فلوس بالكور. أصل كل واحد منهم بقى بيديني الفلوس من ورا التاني عشان يكسبني الصف. وتطلع أنت بالقبية. فل عليك. اشرب هاني بيه، اشرب. صحتك. صحتك. اللهم عدنا على أمك وأبوك يا رب. اهلا يا ساندي، اتفضلي. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا قشطه. صاحبك؟ اه كمال، صديق جديد. معاكم في الجامعه؟ هو لحد امبارح كنت في كليه الطب. ابويا بقى حب يصحح اخلاقي فطردني من البيت. فبدل ما اروح الكليه اقوم اجي في محل مهبب زي ده واقعد مع واحده من هيله ب 60 نيله زي حضرتك. ما انت ليه الادب صحيح؟ لا 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 معلش، امسحها فيا انا ست ساندي. حكم البيل لسه جديد في الشرب والحكايه قلبت معاه بكامل. الله، مش بقول الحقيقه؟ ده حاجه واحده ملطخه وشها وانت تقول عليها من تخفيلك لهطه القشطه. طب خليها تغسل وشها كده، هتلاقيها شبه توفيق الدقي. عاجبك كده يا سهاني؟ جايب لي ناس تهزاني؟ قوم الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. متشكرين قوي يا اخوانا، سلام عليكم. انا اسف، حقك عليا. ما تزعليش، انا يعني انا اسف قوي لو كنت هزرت معاك هزار تقيل ولا حاجه. دي فرصة من عيلة بنيلة يا فندم. اشربي يا ساندي، اشربي عشان تنسي. يا ده سلامتك يا ست نورة. يا حول الله يا ربي.
هو حضرتك اللي عملت كده؟ على اي حال مش وقته، المهم انها لازم تستريح شويه. عن اذنكم. اذنك معاك يا دكتور. مالكش حق ابدا يا معلم. اللي كان عايز يتقدم بصحيح الواد ده اللي اسمه كمال، حد يعمل في دماغ كده؟ عندك حق يا واد الشرده، كان هيضيع حالي في شربه ميه الواد الاستغلالي ده. البت مهما كان صغيره برضه، لكن انا هعرف اربيه واربي اهله. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. النهارده هنتكلم عن الهرنيا بانواعها المختلفه. تقدر تقول لي يا كمال ايه هي التايبس اوف هرنيا؟ تايبس اوف هرنيا بتبقى عدم المؤاخذه يا دكتور. تعال هنا الف. ايه اللي بيحصل ده؟ انت مين؟ وازاي دخلت هنا؟ ما تحبكهاش يا دكتور. هاتوا انا شرده. انا يا معلمي. اوعى الف، اوعى الف وهوب. تعال يا اخويا. تعال يا اخويا كلم المعلم. اوعى على ايدك. اه يا معلم. انف يا ولد يا ولد. اوعى. ايه الفوضى دي؟ فضل اطلع بره. اطلع بره منين؟ وربيتكم هنا؟ انا في ملك الحكومه. حكومه ايه يا استاذ؟ استاذ مين؟ شايفني لابس لك بدله؟ ثم الجامعه بتاعتك دي انا اقدر افتح زيها بفلوسي. تعالى قول لي. اوعى. سيب ايدك. سيب ايدك. ايه يا كمال ده؟ مين الحصان ده؟ كمال رايح فين يا ابني؟ يا خميس، يا خميس، عايزك تيجي تدور معايا على كمال. بتضحك ليه؟ اصله عندي من يومين. انما مش غريبه؟ ايه هي الغريبه؟ اللي كنت اللي تدوري عليه ده برضه جارنا. و وايه يا اختي؟ لا انت فهمتني غلط يا خميس، دي مساله انسانيه مش اكتر. هو فوق؟ لا ده في الكليه اهو، وصل سبع البروم. اهلا يا نهار، مالكم واقفين كده ليه؟ انا جاي عشان تروح يا سي كمال. اروح فين؟ والدك هو اللي بعتني، اصلك وحشته قوي، واخواتك كمان نفسهم يشوفوك. طب ما جاش هو ليه عشان يصالحني؟ مش هو اللي طردني؟ خلاص بقى ننسى اللي فات ويلا بينا. ايوه بس ما بسش ده البيت من غيرك ملوش حس. الله الله الله. نعم يا اختي. ده كلام ابوه. ما تيجي معانا يا خميس. اجي فين؟ ابوه قليل الادب وبيطردني. ده رياض انت. تعالى واقعد عندنا زي بعض، وعلى الاقل نتعشى. اتفضلوا اتفضلوا. يطلع الواد ده ابن عبد الصمد المحضر اللي بيجي هنا. تصور يا معلمي، دي الحكايه فيها ايه النبات؟ سايق اللي فيها الشرف من ناحيه، ومن ناحيه تانيه سايق الواد على البيت عشان يلهف كل اللي عندي. عرفت عنوانه؟ اكيد يا سيدي المعلمين. طيب لملي كام واد من المقاطيع بتوعنا ويلا بينا. ماشي الكلام يا معلم. انتوا كمان وحشنا. وزيك يا حسن؟ لسه تقدر قلاب المسيله للدموع بالليل؟ ازيك يا بابا؟ انا كويس ان شاء الله. دايما كويس. انا ما صدقت انك انت بعت لي جيت على طول. انا بعت لك؟ الاجريه يا نهار، انت مش قلت لي ان بابا هو اللي بعتك؟ عبد الصمد افندي، انت طول عمرك راجل طيب وما حصلش حاجه لكل ده. انا طول عمري في طوعك يا حاج. ايوه كده، ده انتوا ما تستغنوش عن بعض ابدا. يا ساتر، ده مين اللي بيرزع ده؟ اوعى من سكته. طيب خش شرطه وهو. ايوه حاضر يا معلم. عال عال، ده الجامع مجتمع اهو. هو انت ورايا ورايا؟ ايه؟ في ايه؟ ما انتش عارف في ايه يا حضرة المحضر؟ انت راجل نصاب. عيب الكلام ده معلم، عيب قوي. فهمني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المحروس ابنك لف على بنتي وجاي يخطبها. يخطبها؟ ومن ورايا؟ انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ جاي يخطب بنتك؟ ايوه اختي، جاي اخطب بنتي، واخره المتمه اروح الاقيه مستخبي في البيت في غيابي. اقفل الباب يا شرده. ماشي يا معلمي. اوعى يا راجل. استنى عندك انت وهو. فيها انا مش واد.
انا لما شفتك جيت جبت البوليس. فضل على الضابط ده يتهجم علينا بيه؟ ده يضربني هو الناس اللي معاه، وتعرض لي قبل كده في الكليه. فين صاحب البيت؟ انا صاحب البيت يا بيه. مين اللي تهجم عليكم؟ مفيش حد تهجم علينا يا حضره الضابط. يعني ايه؟ يعني مفيش داعي لوجودكم. اللي نبهلكوا غلطان، انا اللي ابني مش متربي يا بابا. امشي اخرج بره، انت ما انتش داخل بيتي طول ما انا عايش. بينا هذا شله. يلا رجاله، عن اذنك يا حضره الضابط. بيتهيالي مفيش داعي لوجودي. كتر خيرك يا حضره الضابط. مع السلامه يا فندم. ايه ده؟ مالك يا انهار؟ مفيش حاجه، عن اذنك. طيب مستني ايه؟ اتفضل اخرج بره البيت. بره 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 بره. يلا عجبك كده السيشير ده؟ الحقيقه معلمي الواد كمال ده فقع لي مرارتي. مش اكتر مني يا ده الشير ده، على قدك انا كنت ناوي اشفي غليلي لولا ابوه. كلنا بقى. انت كلت من الاونطه دي يا معلمي ولا ايه؟ لو انت فاكر صحيح ان ابوه ما يعرفش بالخطوبه وانه طرده، دي حركات بيعملها عشان يحطك في جيبه وما تاذيش الواد، وفي ذات الوقت يديله فرصه يغني عليها تاني، وبعدين يحطك قدام الامر الواقع وتلاقي كاتب الكتاب اتكتب، ومش بعيد كمان من وراك يا معلمي. ايه اللي بتقوله ده؟ صدقني يا معلمي دي حركات احنا هرشينها. طب والحل؟ الحل نأدب الواد ده بطريقتنا، او بالمختصر نخلص منه. هات صب. متخف شويه يا ابو كمال. عليا النعمه، كان في جره وطلع لبره. بس يا بنت اخرس. الله الله يا ابو كمال، انت هتقلبها غم ولا ايه؟ كل واحد يعرف مركزه كويس. حلوه حلوه حكايه المركز دي. تصلي على النبي وبلاش تجيب سيره المركز دي يا دكتور. ما تبقاش انت غيرك يا سباك اللي هتتكلم عن المراكز. ماله السباك؟ السباك هو اللي بياكلكوا عرخانك. تاكلني يعني ايه؟ حفظ مركزك كده. لا 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 لا، وبعدين يعني عزوز المفك عزوز. وبعدين بقى معاك تهوى. الله والله العظيم اجيب بنفله وانزل فيكم تكسير. بس غير تهوى. ما قدامك واس خميس، انا دشتلك على طرف. هو متعكنن ومشدود فمطلع ديه علينا. ادي فعلا انا مشدود يا اخي. انا اسف يا دنداني، اضحك عليا. لا مفيش داعي يا جدع، احنا اخوات. ولا بلاش اخوات دي، لا تزعل، ما احنا مش قد المقام. انت دكتور قد الدنيا وانا راجل سباك. سباك الظاهر ان احنا اللي بنحقد عليك يا دنداني. احنا الثلاثه المتعلمين اللي متنورين ضايعين، كل واحد مننا عنده مشكله قد كده اهو. انت اللي ميت فل مكسب وعز وفرفاشه والوقت وقتك. ده بيتهيألكم. حاسس ان الفلوس اللي بكسبها دي فلوس جايه من الهوا، فلوس مكسبها حرام، وده اللي مضايقني. هو انت في حاجه بتضايقك ليه؟ انت بتحس زينا؟ هو انت فاكرني حلوف؟ انا بني ادم وبحس زيك بالظبط، انما انتوا بقى مسقفين ومتعلمين، بتعرفوا تقولوا احنا ضايعين وبنعاني، لكن انا يا ولده معرفش اقول واعبر. طب انت حاسس انك بتكسب حرام ليه؟ انا اقول لك، علشان الحاجه اللي بريال بيعملها بثلاثة أربعة جنيه. الحاجه بتغلى ولازم انا كمان اغلى. انا خايف من بكره، بالك انت لو رقدت يوم مش هلاقي اكل. صب لي يا دكتور، صب صب لي يا ابو كمال. خد اتنايل اشرب، ده انت طلعت حساس مع ان منظرك منظر ابو رجاز. ايه ده؟ الازازه خلصت ولا ايه؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تنزل يالا تجيب لنا ازازه. منين يا خميس؟ ده احنا لسه في اول الليل. انا هقول لكم على حاجه، احنا هنكمل السهره بلوش. صحيح. بقى سلام كده يا هادي، عشان سند طبعا. ايه اللي خلاها ما جاتش؟ الغياب حجته معايا يا سيدي. ان شاء الله بينا نقوم بقى، مفيش مانع. جرسون
الحساب لو سمحت. لا والله ما حدش هيدفع غيري. لا ودي تيجي برضه يا كمال، هاني بيزعل، المحل محله طبعا. مش ممكن. خلاص يا كمال يا حبيبي، ادام مصمم ادفع. اتفضل. ايه؟ اه 124 جنيه. كم؟ 124 جنيه. طيب معاك فاكهة 1000 جنيه؟ افندم امشي انت دلوقتي. امشي من قدام السعاد. امشي امشي من قدام السعاد. بقول لك يا هاني، ما تدفع انت المرة دي، ها؟ خلينا بقى للتقايل. تقايل يا كمال؟ ايه انتوا معكوش فلوس ولا ايه؟ اسمعها بقى. لا ولا انا ولا انت. ولا انت ازاي؟ انا معيش 20 جنيه بس. مش كنت طول ما معكش فلوس يا اخي لازم البلاغة يكون حساس. طب بذمتك ودينك دي مناظر معاها 124 جنيه. المهم هنطلع من الورطة دي ازاي؟ مفيش غير حل واحد، انا هعمل اعلان راعي الحمام وهشيل سكينة كهرباء، المحل هيضل تسحبه وانا وراكم. طب وسمعتنا خميس؟ سمعتنا ايه وهباب ايه؟ احنا عندنا سمعة؟ استر يا رب، ما كنا قاعدين على السطح محترمين.